Good morning my lovely students how are you are you fine today um today inshallah we are going uh, to take this revision grammar revision today inshallah we going to take this grammar revision uh start we start with second conditional بدينا بالsecond conditional قلنا انه second conditional بنحكيه بنستخدمه لما نحكي عن حاله انه مش ممكن انها تحدث انا بفرض انه صار معي هيك على فرض انه انا صار معي هيك طب لو صار معي ايش النتيجه رح تصير بس بستخدم سكند كونديشن بهالحاله قلنا affirmative فورم تبعه قلنا اف بعدين Subject اعمل Verb Past Tense اللي هو الفيرب To بعدين كومبلمنت باول الجمله بعدين Subject بالجملة الثانية المودل ال فيرب يا يعني اما مود او كود بعدين Verb Base بعدين الكومبلمنت For example, if I had the chance, I would live in France for a few years. Then we take about uh, we talk about uh, negative form. On the different negative form, بأول الجملة little jumble, didn't. أو wouldn't طبعا بالحالتين صحيحة. If I didn't and if I wouldn't بعدين we move to question form. بس بكون عندي model verb كيف بدي أبدأ ال آه. كيف بدي أبدأ اللي question؟ إذا كان عندي model verb. Verb شي بحط ال أول شيء بحط أو ال الجملة بعدين بحط ال subject أم ال بعدين لأول الجملة بالجملة بحط if. والـ I اللي هي Subject بعدين بحط الـ Verb to بعدين بحط الـ Compliment نفس الشي بالكود Model Verb Subject Will have اللي هي الـ Verb Base بعدين A cat اللي هي Compliment If We subject بعدين Had Verb to بعدين A garden اللي هي الـ Compliment بعدين قلنا لما بدي اسال بالنيجاتيف فورم اني وقت بستخدم الكودنت واني ديدنت قلنا بعمل بس بالكويشن فورم حالة استخدامها قليل كتير اني لما بدي اعمل واي كودنت او واي ديدنت حالة الاستخدام قليل كتير آه بس بحط الواي دبليو اتش question بعدين ديدنت او كودنت سبجكت بعدين بحطه بعدين الـ verb بيس بعدين الكومبلمنت او الاوبجكت

Will where W H question would little modal verb you subject live um? Is verb base F by the new subject who had verb to the chance? Is the complement or the object?